السلام عليكم. سواء انت عملت التسليح بالطريقة العادية، ان انت مثلا عملت سيلكت على عنصر من العناصر وبعد كده جيت هنا من structure وقلت له انا عايز اعمل التسليح الريبار، او ان انت استخدمت اداة من الادوات زي مثلا ان انت تيجي هنا عند نافيجيت ار اكس وقلت له انا عايز اعمل تسليح للبيم، طبعا بيديك اختيارات اكتر وبعد ما تعدل الاعداد بتاعتك تقول له اوكي مثلا هيبدأ يعمل تسليح. طب عايزين نعمل حصر للتسليح دوت، هنعمل حصر ازاي؟ هاجي هنا في السكادوال واقول له نيو سكادوال وانزل تحت بقى للاستراكشر ريبار اهوت، تمام. وممكن برضو تختار دي او ديت، طبعا كل واحد فيهم مختلفة حسب اللي انت عايز تعمله حصر، وبعد كده تقول له اوكي، وبعد كده تبدأ تشوف ايه الحاجات اللي انت عايز تحصرها. تمام. وبعد كده مثلا عايز تحط الكون، انت عايز تحط description assembly زي ما انت عايز، هتقول له اوكي، هيبدأ يظهر لك الجدول بالشكل دوت وتبدأ تعمل الحصر بتاعك. طيب ممكن تضيف صورة للحاجة، يعني تيجي هنا تقول له انا عايز image وكون انت مجهز الصور، وكل واحدة فيهم هتيجي هنا وتدوس على الثلاث نقط دول وتبدأ تضيف صور لتسليح، شكل التسليح في الجزئية دي عامل ازاي.